في انتظار القرعه. القرعه طبيعه الحال حنا غنحتلوا المركز الثاني، وبالتالي غنواجهوا المتصدرين المجموعات من غير الترجي، من غير الترجي لان كانت معنا في المجموعه. الفريق اللي غنواجهوه بالنسبه لي شخصيا كما تنقول ديما، ملي غادي نكونوا جميع العناصر ديالنا حاضره فاحنا ما عندناش مشكل، ما عندناش مشكل، لان ملي غتوصل لدور الربع فبطبيعه الحال انت غادي تواجه المتصدرين المجموعات. فريق الرجاء بالمجموعه ديالو الكامله قادر انه يلعب اي منافس. انا تنفضل الفرقه اللي غيكون عندي فرص باش نتاهل للنصف النهائي ان شاء الله. اللي جا مرحبا به، نكونوا حنايا في الجاهزيه ديالنا ما عندناش مشكل، لان الوصول لنصف النهائي ديال صفوف الابطال مهم جدا بالنسبه لنا. قبل منه عندنا اولويات، عندنا الاولويه الاولى هي اننا نجهزوا المولودية الجزائر في مباراه العوده في مدينه الدار البيضاء، لان كما قلت لك في الاول الا كنا حاضرين بجميع اللاعبين ديالنا فحنا ما عندناش تخوف، ممكن نكونوا ند لاي فريق في عصبه الابطال، وعندنا الحظوظ ان شاء الله باش نمشيو بعيد. حاجه كنشكر اللاعبين والكوتش اللي قاموا بواحد المجهود كبير، لان 14 سنه كنظن متاهلت الرجاء اللي ما دازوش دوري المجموعات، كنشكرهم بزاف. وانا جيت لفريق الرجاء باش ان شاء الله نعاونهم ونعطي المساعده للفريق باش ان شاء الله اننا نحاولوا هذا العام هذا نلعبوا على التتر هذا وناخذوه ان شاء الله.